سيبها انت وهو. الله الله، ونامي على السرير كمان. ايه انت اتكسحت ولا ايه؟ عايزه ايه يا مدام نيمار؟ مين نيمار ده يا اخويا؟ انت مش شايفه انت لابسه ايه؟ نص نمر ونص حمار. نعم يا روح امك، طب ايدك بقى على الايجار المتاخر، عليكوا شهرين من ايجار البيت وثلاث اشهر من ايجار المحل. اما يجي ابو العربي انا حيالله شغال عنده. وهو ابو العربي اللي هيدفع؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ قول لي، عايزين ننحرف ولا امشي غلط؟ ده انت الغلط نفسه. عموما لو فكرت تمشي غلط يبقى امشي بعيد عن هنا. بالراحه بالراحه بالراحه. ايوه طلعت حقنا برضو. ولا انت هتطلع ايه يعني؟ انت عليك حاجات يا عربي؟ الحمد لله على السلامة يا عطاط. الله يسلمك يا حبيبي، متشكر لك قوي. انت طلعت راجل ارجل واحد في بورسعيد. يعني وعدت ووفيت؟ وفيت. وفلت كمان. الناس عاملين لي قلبة، عايزين فلوس الشيك. منين؟ منين يا عربي؟ منين يعني ايه؟ فلوسي كلها عند واحد صاحبي في اليونان بيشغلهم لي، مش ملك اسافر له. وحيت امك. الله يسامحك. ومش ملك تسافر له ليه؟ علي التزامات، لو سافرت هيقولوا معطي نصب وجري. تبوني ذنبي ايه؟ فين الفلوس؟ ابعت اي حد من حبايبي اسافر لك انا يا اخويا، بس الفلوس تيجي. اه تسافر انت؟ اه. انت بتتكلم جد عربي؟ وماله؟ لا ده انا اكلمه دلوقتي، لا بس كلام رجاله. الاخوات اللي بعضيها اتصل بيه امن لي على الفلوس. اه 00 اليونان صح؟ يا رب. الا يا حاج نار، معاك معاطي. بقول لك ايه، انا مزنوق فيك، افهمني كويس يا حاج نار. هبعت لك واحد صاحبي تديله 200,000 جنيه. ايوه اسمه السيد الشهير بابو العربي، واد مجد قوي، عايزك تعمل معاه احلى وجه. معلش معلش حاج نار، انت في اليونان؟ اه. طب لو جيت لك في خلال اسبوع تبقى الفلوس جاهزه؟ اسبوع ده التاشيره عايزه 3 اشهر، دي شنجل. لا حق نار، منين ما يجي لك تاخد منه شيك عليه امضتي، تستلم تسلم سلام. اسبوع هتسافر ازاي خلال الاسبوع؟ مش اليونان؟ القنصل صاحبي مستر اتينا، يا ما اكلت انا وهو كاكا. هتعبك معايا يا عم الشيخ جابر. اسمع يا عربي يا ابني، انا والحاج زغلول صحاب من زمان ومش عايزه يزعل مني. حاول تتكلم معاه بأدب بذوق، والكلمة الطيبة صدقة. ايوه عندك حق، على رأي المثل ان ليك عندك كلب حاجة قول له يا سيدي. كلب ايه؟ اقول لك كلمة طيبة تقول لي كلب؟ طيب يلا خش برجلك اليمين. اهلا يا شيخ جابر. صباح الخير يا عمو. عم الدبب، ما تحل عن سمايا يا اخي، انت ما فيش وراك غيري ولا ايه؟ انا كرهت الصباح والمساء عشانك. حاج زغلول عربي جاي معايا. هو كده كل ما يشوفني يهوهو في وشي. شايف الحيوان اللي جايبه معاك بيقول ايه؟ في ايه عربي؟ احنا قلنا ايه؟ ايوه قلنا لو ليك عند الكلب حاجه قول له يا سيدي. انا اسف يا سيدي. يا شيخ جابر جايبه معاك ليه ده؟ عربي مسافر بلاد بره، وعاوز وعد منك يا حاج زغلول ان لو ربنا سهلها له مهجه تبقى من نصيب. مهجة تتجوز واد صايع زي ده؟ هو في البلد كلها واحدة زي مهجة؟ الصراحة ما فيش زيها في البلد، دي عليها جوز رجول. رجول ولا شفايف يخرب بيت أبوها. شايف النت ده بيقول إيه؟ اللي بيطيره ده يا ابني. إيه بقى، ما خلاص بقينا عيلة، مش لازم ندري على بعض في الكلام. فكرك يعني لما تجيلي يوم الصباحية مش هقولك عملنا إيه في ليلة الدخلة؟ ولد امشي من هنا، ما عنديش بنات للجواز. علشان خاطر يا حاج زغلول، اذا كان لي عندك خاطر. عشان خاطرك انت بس يا شيخ جابر، لكن عليا الطلاق، هتكون اخر فرصه ليك يا هلا. ايه؟ ربنا يخليك ليا يا حماية. ايه ده؟ انت هتبص انا كمان، انت ايه؟ مدمن بص. ده انا اهريك بص. الله 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 الله. ولا بأشهر. يا أبو العربة جاي السفينة. يا ابني انت ايه اللي طلعك فوق؟ اقول لك ايه، انزل يلا وبطل عبط. انت بتكلمني يا جنتل؟ جنان في البحر، انا مش عايز. انزل بقول لك. واضح انك مش عارف انت بتكلم مين. انا الابطان السيد ابراهيم الشهير بابو العربي.
حياتي كلها في أعالي البحار. مش باين عليك يعني؟ تمويه صياعه ولا مؤاخذه؟ المحيط الهادي ده ما كانش هادي، كان كله صياعه واجرام، ما هديش الا على ايد العبد لله. طب بقول لك ايه، انزل وشوف لك اي زخنق استخبى فيه. الا الموج علي النهارده، الا تبرد، انا خايف عليك. انزل. طب شد السرعه شويه، احنا كده مش هنوصل لليونان ولا شهرين. انزل يلا وبطل عبط، خليك في حالك وملكش دعوه انت. اسمع نصيحه اخوك الابطال، وجه الدفه ناحيه الغروب الغربي عكس شروق الليل. اللي هو ازاي ده يعني؟ هو الليل بيطلع منين؟ الليل؟ الليل بيطلع منين ايه؟ اديك مش فاهم حاجه. تعال ورايا بس، انتوا ماشيين بسرعه كام عقده في الفتله؟ يا سيدي انت عقده ايه وفتله ايه؟ احنا هنعمل سجاده؟ يعني الموتور ده اخره ايه؟ الموتور ده اخره 30 عقده. 30 عقده هو فيسبه؟ الموتور ده تكاريك له يشرق، تكبس له يفتح. فين؟ اهو تكاريك له كده يشرق، تكبس له يعطل. الله يخرب بيتك، هتودينا كلنا في داهيه. هي الماكينه نوعها ايه؟ الماكينه نوعها بركيز يا اخويا. مش تقول البركيز لا بيفتح ولا بيشرق؟ امال بيعمل ايه؟ بيغرق. الله يخرب بيتك، هنعمل ايه دلوقتي واحنا في عرض البحر؟ خليك مؤمن، عرض البحر ايه؟ احنا في عرض ربنا. طب امشي من قدامي، امشي من قدامي قبل ما ارميك في الميه. امشي يا اخي لما نشوف المصيبه اللي انت عملتها دي. رحقتك نيله. ايه هو حصل ايه؟ حمار قلبي كارك لها، فاكرها تربت ميه. الحمد لله الموتور اشتغل. نقول الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. فين؟ فين اليونان؟ ما فاضلش على شواطئ اليونان غير يا دوب 5 كيلو، يعني لازم تنزلوا هنا عشان نلف احنا ونرجع. ننزل هنا فين؟ في البحر. امال عايز تنزل في المطار؟ يا دوب دول هم 5 كيلو عوم. انت هتودينا اليونان ولا عازم سمك القرش على الغدا؟ بقولك ايه، احنا ما اتفقناش على كده، انا ما بعرفش عوم. خد لك عوامة من دول. اقلع اقلع والبس عوامة. جايب البدلة دي منين؟ بورسعيد. اه مش انت اللي بعتها لي؟ مش انت قلت لي ان عادل امام لبسها في جيم تحت الماء؟ ايوه، وبالامر هتشوفه دلوقتي. مين؟ عادل امام؟ لا، الجحيم اللي تحت الماء. يلا يا اخويا كل واحد يلبس عوامة من دول عشان تنزلوا قبل ما غفر السواحل. يا اخويا يلا يا جدع، المية ساعة، لما مفيش بطانية انزل بيها.